السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إخوتي أخواتي إلى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محفوظ ولد الوالد المكنى أبو حفص، وسنتناول في هذا اللقاء أسباب الغلو في التكفير وسبل مواجهته. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك. في البداية، من المعروف أن للغلو تأثيرا كبيرا أو انتشارا كبيرا في عالمنا الإسلامي وفي العالم ككل، ما هي برأيك أسباب انتشار ظاهرة الغلو في التكفير عند الغلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ظاهرة الغلو هي ظاهرة قديمة في الأديان السماوية وغير السماوية، ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر لنا ما يدل على وجود هذا الغلو في ديانات الكتاب للكتاب وهي موجودة حتى توجد في الديانة الواحدة على فترات متعددة، وكل فترة لها أسباب خاصة. الغلو الحالي الموجود في العالم الإسلامي بين الجماعات الإسلامية له أسباب متعددة. بعض هذه الأسباب يرجع إلى طبيعة الشباب الذين هم أكثر من يحملوا هذا الغلو، وبعضها يرجع إلى ظروف وعوامل داخلية بالنسبة للأمة، وبعضها يرجع إلى عوامل خارجية. أهم عوامل الغلو هو الظلم الذي تتعرض له الأمة. هذا الظلم يتمثل في العدوان الخارجي من قبل الأعداء، نسميه غزو الغزاة. أي لا توجد أمة اليوم على الأرض تتعرض لما تتعرض له الأمة الإسلامية من ظلم، في احتلال البلاد وفي تدنيس المقدسات وفي سلب الكرامة وسلب الحريات ونهب الثروات واستنزاف المقدرات ومصادرة الحريات. فهذا حقيقة الظلم الذي تعرض له الأمة ولد ردود فعل غير متزن. فغزو الغزاة مثلا، لو نظرنا الآن، لا توجد اليوم أرض تحت الاحتلال الأجنبي إلا أرض إسلامية. لا توجد دولة تتعرض للغزو من قبل قوات دولية إلا البلاد الإسلامية. يعني مثلا لو أخذنا قضية فلسطين وتآمر العالم وتواطؤه عليها ومظاهرة الدول الغربية والقوى الكبرى لليهود، هذه القضية حقيقة هي في حد ذاتها كافية لتكون سببا هي كافية لأن تولد رد فعل رافض لهذا الظلم. أحيانا يكون رد الفعل متزنا منضبطا، هذا لا يسمى غلوا. يعني مقاومة الاحتلال ورفض العدوان وقتال المحتلين، هذا ليس غلوا وليس يعني أبدا يعني. ولكن أحيانا تأتي ردود فعل غير متزنة كتداعيات للحدث الأكبر يعني. فهذا الذي تعرض له الأمة سواء كان في فلسطين أو تعرضت له في أفغانستان أو تعرضت له في العراق أو تعرضت له في البوسنة أو يتعرض له المسلمون الآن في ميانمار وفي غيره، يعني لا يوجد اليوم يعني أمة ولا شعب ولا أرض ولا شيء يتعرض لمثل ما يتعرض له المسلمون. فهذا كاف لأن يعني يولد هذا السخط وهذه الكراهية على العالم وقوة الكبرى في العالم والأنظمة الدولية المتعلقة بهذا العالم الذي يرعى هذا الظلم ويدعم الظالم. إذن فضلت الشيخ، هذا هو التأسيس الحقيقي أو الصحيح لتفسير ظاهرة الغلو في التكفير، أم أن السبب ما يطرحه البعض من أن الغلاة ناس مأزومون وبالتالي هذا أشخاص يعني غير طبيعيين أو أن متعرضوا لظروف نفسية أو شخصية فقط كانت سببا لهذا الغلو؟ هذا غير صحيح. يعني عندما أنت تتحدث معي، يعني مثلا نحن يعني قضية مسألة الإرهاب والحرب على الإرهاب والغلو يعني أعيد طرحها من جديد بعد عمليات 11 من سبتمبر. يعني الذين نفذوا هذه العمليات يعني من هم؟ يعني هل هم فقراء جاءوا من أحياء شعبية؟ هل هم جهلة مثلا؟ هؤلاء جاءوا من أغنى دول العالم الإسلامي ويحملون أعلى الشهادات في أعلى التخصصات، هؤلاء برتب الطيار وقادمون من دول الخليج. يعني هل هؤلاء نقول أن الحرمان دفعهم إلى أن يفجروا أنفسهم في طائرات بطائراتهم هذه؟ هل نستطيع أن نقول يعني أنهم محرومون من التعليم نتيجة ولذلك يعني يقدموا على؟ لا، هؤلاء مرارة الظلم التي يحسون بها هي التي دفعتهم إلى ما قاموا به. فهذا السبب الأول كما قلنا، السبب الأول اللي هو الظلم القادم من الخارج. السبب الثاني الظلم القادم من الداخل، الحكام
الطغاة الذين فشلوا في تحقيق آمال الأمة في الوحدة، فشلوا في تحرير الأوطان، فشلوا في تنمية البلاد، فشلوا في تحقيق معنى الاستقلال السياسي، فشلوا في بل على العكس في تحقيق العدالة حتى فشلوا في تحقيق العدالة. يعني هم نجحوا في شيء واحد وهو كبت ومصادرة الحريات وإشاعة الفساد وتكريس الاستبداد، وهذا يفعلونه برعاية ودعم ومساندة الأنظمة التي تدعي أنها تحمل رسالة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. هذا من الأسباب. من الأسباب أيضا حقيقة أسباب موجودة داخل الأمة، وهي تفشي الجهل ويعني عدم انتشار العلم بالشكل الكافي الذي يحصن الشباب ويحصن الأمة من انتشار ظاهرة الغلو. يعني أكثر الذين تجدهم يعني منخرطين في هذا المسار، مسار الغلو، هم مجموعة من الشباب حظهم من التعليم قليل، خاصة التعليم الشرعي. أقصد التعليم الشرعي. يعني بالمناسبة أحيانا تجد شخصا يعني هو دكتور في تخصصه ويجيد تخصصه، ولكنه في باب الشريعة هو أمي. وهذا يرجع إلى سبب آخر من هذه الأسباب، وهو الخلل في المناهج الدراسية. المنظومة التربوية لا تقدم منظومة متكاملة تخرج لنا إنسانا سويا، محصنا في عقيدته، في فكره، في أخلاقه، متقنا لتخصصه، مؤمنا برسالته ورسالة أمته. فالخلل أيضا جاء من هذه الناحية الأخرى، وهذا من أسباب الغلو. من أسباب الغلو أيضا الموجود بين الشباب هو نسميه الانحراف العام في الأمة نتيجة عقود من بعدها عن الدين وغياب الدولة الإسلامية، فنشأت عادات وثقافات، ومع أنظمة ما بعد سايكس بيكو ومحاربة الإسلام الممنهجة من خلال وسائل الإعلام ومن خلال وسائل الثقافة. تشير هنا إلى حالة الصدمة التي يعيشها بعض المتدينين أو المسلمين جراء المظاهر للانحلال الخلقي وغيرها التي تظهر في وسائط الإعلام أو في تصريحات حتى المعادية للإسلام. بالضبط يعني هذا الانحراف داخل المجتمعات ولد ردة فعل. يعني وجد المسلمون أنفسهم غرباء عن دينهم في أوطانهم، فهذا ولد ردة فعل ساخطة ورافضة للمجتمع وما فيه من انحراف وما فيه من انحلال، خاصة ظهور، وهي ظهرت أخيرا يعني مراحل متأخرة، نسميه الغلو المضاد. يعني المجاهرة بالتطاول على مقدسات الأمة وسب الدين، وهي حقيقة ظاهرة ليست بريئة، وإنما مدعومة من قوة أجنبية، يعني قوة الغرب. يعني كل الآن من يريد أن يحتضنه الغرب ويؤويه الغرب ويحميه الغرب ويدافع عنه الغرب لا يحتاج ذلك منه أكثر من أن يسب الله ويسب الرسول ويعلن ردته عن الدين. فهذا التطاول على الدين وعلى مقدسات الأمة وسميه يعني الغلو المضاد، هذا أيضا كان من عوامل حقيقة ظهور الغلو في فهم الدين والحكم على الناس، والأمر الذي آلت إليه أوضاع كثير من الشباب المسلم، سواء كان منخرطا في جماعات أو حتى خارج هذه الجماعات. يعني يوجد أشخاص في جماعات ولكن عندهم غلو. فضيل الشيخ، بالرغم من هذه الأسباب معروفة وواضحة جدا ولها تأثير مباشر على ظهور الغلو، كيف أثر هذا الغلو في مسارات الأمة وفي حركات الإصلاح التي ظهرت ولا تزال في العالم العربي والإسلامي؟ كيف أثر هذا الغلو على محاولات الإحياء الديني، محاولات الإصلاح الاجتماعي والديني التي ظهرت في الأمة خلال الفترات الماضية؟ هو لا شك الغلو كارثة، كان كارثة على أصحابه وكارثة على الأمة، وهذا يعني حقيقة. يعني يكفي الغلو سوءا أنه استباح الموبقات الجسام والمنكرات العظام وجعلها عبادات يتقرب الله عز وجل بها من خلال يعني حسب فهم أصحاب الغلو. يعني أعظم الحرمات حرمة دماء المسلمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ونظر إليها وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وما أطيبك وأطيب ريحك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك، دمه وماله وأن يظن به إلا خير. يعني حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. ومع ذلك فالغلو، الغلاة من خلال فهمهم الخاطئ للدين ومنهجهم المنحرف، استحلوا دماء المسلمين واستحلوا أعراض المسلمين واستحلوا أموال المسلمين، فجروا في المساجد وفجروا في الأسواق، وقتلوا النساء وقتلوا الرجال،
وحقيقة كان وبالا على الأمة. وبالمناسبة وأنا أذكر هذا عن ما يفعله هؤلاء، لا أنسى أبدا أن المجرمين الذين بحجة محاربة هؤلاء يعني فعلوا بالأمة ما هو أشنع وأفظع وأكبر وأخطر من ذلك يعني. فإذا ذكرنا سيئات هؤلاء يجب أن لا نغفل عن سيئات أولئك يعني. فهي حقيقة يعني نحن بين الأمة بين مطرقة الاستبداد، بين مطرقة الغلاة والغزاة والطغاة حقيقة. فهذا هو الوضع الذي نحن فيه، وهذا حقيقة كارثة حقيقية بسبب هذا المثلث الذي يحيط بنا من هذه النواحي المختلفة. أنا تسأل فضيلة الشيخ عن تأثير ذلك على الأمة، يعني ما دامت أمة محاصرة هنا التدين أو مظاهر التدين أصبحت تشير بطريقة أو بأخرى أو تحيل أحيانا إلى التطرف والتنطع، والحكومات أيضا أو النمط الحياة المعاصرة أيضا يرغب في ظهور أشخاص أو شخص بنمط معين، نمط مدني معين أو شكل معين، برأيك ما تأثير ذلك على الإسلام؟ ما تأثير ذلك على المسلم المعاصر الذي يريد أن يعتز بدينه وأن يتمسك به ولا يريد أيضا أن ينحرف ولا أن ينزلق؟ نحن في الحقيقة لا نقبل أن نكون محصورين، إما أن نكون مع الغلاة أو نكون مع الجفاة، أو نكون مع الغلاة أو نكون مع الطغاة أو مع الغزاة. نحن لنا خيارنا المستقل ولنا فهمنا الخاص للدين. نحن أمة وسط، لا يزهدنا في ديننا نظرة الآخرين إليه على أنه تخلف أو أنه رجعي، ولا يعني يدفعنا إلى الغلو أيضا رد فعل على هؤلاء. يعني نحن أمة وسط في فهمنا ديننا وفي تمسكنا بديننا. نحن أمة وسط بين لا الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نسأله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نحن مع المغضوب عليهم ولا نحن مع الضالين، لا نحن مع الغلاة ولا نحن مع الشفاة. نحن مع الدين الوسط، لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فضيلة الشيخ، التصدي لظاهرة الإرهاب أمر ضروري ومهم الآن بالنظر إلى أثر هذا الإرهاب وهذا التطرف وهذا الغلو على المجتمعات المسلمة قبل غيرها من المجتمعات. برأيك هل من وصفة علاج أو مقاربة عملية يمكن أن نتبعها في محاربة هذه الظاهرة؟ أولا، كلمة محاربة الإرهاب حقيقة كلمة أصبحت لم تعد بريئة، بل لم تكن بريئة في يوم من الأيام. من باب التدقيق نحن نقصد هنا الغلو يعني. أي نحن لنا فهمنا لما يجري في الساحة نسميه غلو، أما ما يسموه هم محاربة الإرهاب فهذا حقيقة هو إرهاب أشد من الإرهاب. لأنه من المفارقات أن الذي يأخذ قنبلة ويختطف شخصا واحدا مثلا هذا يسمونه إرهاب، أما الذي يختطف بلدا كاملا ويقتل بالملايين ويدمر مدنا لا يسمونه إرهابي. نحن لا ننساق وراء مصطلحات هؤلاء. نحن عندنا ظاهرة غلو، هذه حقيقة موجودة لها أسباب، بعضها يرجع إلينا نحن وبعضها يرجع أسباب خارجية ذكرتها. ظاهرة علاج هذه الظاهرة ينطلق من أمور. أولا، القضاء على الأسباب التي ذكرنا بعض، لأنه ما دام هنالك غلو وعدوان واحتلال، وما دام هنالك غزاة وطغاة وجفاة، فسوف يكون هنالك وجود مستمر للغلاء. هذا أول. الأمر الثاني، يجب أن نفرق بين ما هو غلو وما ليس غلو. يعني الغلاة عندهم شيء يقولونه وهو حق وليس غلوا. يعني عندما تطالب الأمة بتحكيم الشريعة الإسلامية هذا ليس غلوا. عندما يقول الغلاة إن الحاكم الذي يعطل الشريعة الإسلامية ويحكم القوانين الوضعية ويعلن بصورة من الصور أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة الإسلامية ويوالي أعداء الأمة ويحارب الدين، يقولون إن الحاكم يكفر بذلك، هذا ليس غلوا حقيقة يعني. وإن كان تنزيل هذا الحكم على شخص بذاته يحتاج نظرا من مؤهل لذلك في ضوابط التكفير من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لكن الأصل أن هذا كفر. يعني عندما يقولون نحن نريد العدالة ونريد المساواة ونريد رفع القيود، هذا ليس غلوا، هذا من حقهم ذلك. يعني عندما تخرج الأمة في مظاهرات في تطالب بإسقاط طاغية معينة فعل بها ما فعل، ولكنها مظاهرات منضبطة بالشرع ومنضبطة بالقيم، لا قتل فيها ولا عدوان ولا سفك للدماء، هذا من حق الأمة، هذا ليس غلوا. هذه الخطوة الأولى التي ننطلق منها بعد القضاء على الأسباب، التفريق بين ما هو غلو وما ليس غلوا. الخطوة الأخرى وهي أهم هذا كله قضية الحوار.
لما ظهر الغلاة أول ما ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفروه وقاتلوه، كفروه هو الخليفة الراشد، ما منعه ذلك من حواره، حاورهم بنفسه وأرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحاورهم، فكانت النتيجة رجوع كثير منهم إلى الحق. لأنك بالمناسبة ونحن نتحدث عن شناعات وفظاعات الغلاة، كثير منهم إنما خرجوا بنيات طيبة، وليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه. هؤلاء كثير منهم دفعهم إلى ما دفعوا فيه حرصهم على الخير وسعيهم له، ولكنهم لم يدركوه يعني ولم يأتوا من الباب الصحيح. هذا أمر مهم فضيلة الشيخ، كيف نغتنم هذه الخيرية أو هذا الباعث الطيب أو الأصلي وباعث على الغلو والنقمة على الواقع أو محاولة أو السعي إلى إصلاحه، كيف نغتنم هذه الفرصة أو هذا الباعث لتجذيره لتصحيح المفاهيم وتحصين الشباب المسلم، والذي ذكرت أن أكثر هذا الغلو أو أكثر هؤلاء الغلاة من الشباب أو من هذه الفئة؟ هذا يتم من خلال الحوار، ولكن هذا الحوار حتى يكون حوارا مثمرا وله نتائج يجب أن يتولاه ناس تتوفر فيهم صفات معينة. الصفة الأولى التشبع والتضلع من العلم الشرعي الصحيح، لأن هؤلاء مرجعية ومرجعية فقهية، ولا بد في من يناظرهم أن يكون مؤهلا لذلك. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون مدركا أيضا لأبعاد ما يجري في العالم الإسلامي من تآمر تتعرض له الأمة وكيد للإسلام وحرب للمسلمين، حتى يدرك أبعاد المؤامرة المختلفة ويدرك دوافع هؤلاء. الأمر الثالث أن يكون هؤلاء المحاورون من أهل العلم بالدين والعلم بالواقع أن يكونوا مستقلين عن منظومة الحكم، لأن العلماء الذين يأتون من قبل السلطان والذين معروفون بمجاملتهم لولاة الحكام في العالم الإسلامي، هؤلاء ليست لهم أي مصداقية عند هؤلاء، بل يعني حقيقة إرسالهم لهم لمحاورتهم نوع من الاستفزاز لهم يعني حقيقة، لأن هؤلاء غدا إذا أعدم هؤلاء وقتل هؤلاء فسوف يعني سوف يبررون ويصدرون الفتاوى على الطلب. فإذا وجد أشخاص فيهم هذه المؤهلات واطمأن إليهم هؤلاء الشباب فسوف تكون النتيجة طيبة جدا جدا يعني حقيقة، وهذا ما رأيناه يعني. ولكن من المهم التنبيه هنا إلى أن هنالك قوة لا تريد لهذا الحوار أن يتم. العجيب أنه مع كل ناس يحملون السلاح في العالم هنالك مساعي للحل معهم عن طريق الطرق السلمية، وهنالك دول تستعد لاستضافة الحوار بينهم وبين من يحملون ضده السلاح، إلا في حالة الغلو الإسلامي. نعم فضيلة الشيخ محفوظ الوالد المكنى أبو حفص، شكرا جزيلا لكم على المشاركة في هذه الحلقة وعلى هذه المعلومات القيمة التي شرحتم لنا عن هذه الظاهرة. مشاهدينا الكرام أقول إليكم تحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.